هلا الدورة السابعة ديال هاد المعرض ديال الاقتصاد الاجتماعي اللي غادي تكون إن شاء الله ابتداء من نهاية الأسبوع في أكادير. غتعرف المشاركة متزايدة ديال التعاونيات وديال الجمعيات المغربية اللي كتنشط في هذا القطاع ديال الاقتصاد الاجتماعي. هاد الدورة غتعرف المشاركة ديال 600 تعاونية، غتعرف كذلك مشاركة متزايدة ديال الشركاء ديال هذا القطاع ديال الاقتصاد الاجتماعي، من قطاع بنكي، من قطاعات اللي موازية اللي كتواكب اليوم هذا الاقتصاد الاجتماعي. اقتصاد اجتماعي اللي كيشغل واحد العدد كبير وكيخلق واحد العدد كبير ديال المناصب ديال الشغل، واللي كيعرف واحد الديناميكية في واحد عدة جهات مختلفة. بعض الجهات اللي وعات بالدور اللي يمكن تلعبه اليوم هذا القطاع ديال الاقتصاد الاجتماعي، ولات كتستثمر في هذا القطاع من بمساهمة في جمعيات اللي كتخلق على مستوى الجهة، بدات كذلك كتساهم في الترويج ديال هاد المنتوجات ديال هاد الجمعيات وديال هاد التعاونيات، بدات كتنظم كذلك تظاهرات جهوية لإعانة هاد المقاولات الصغرى على الترويج ديال المنتوجات ديالها. إذا كاين واحد الديناميكية كبيرة اليوم اللي كيعرفها هاد القطاع ديال الاقتصاد الاجتماعي. هاد الدورة تعرف كذلك المشاركة ديال واحد العدد ديال المقاولات اللي جات من دول صديقة، بحيث أننا تبادل التجارب في هاد الميدان أساسي. وكنعرفو بعض الدول اليوم اللي هاد الاقتصاد الاجتماعي ولا كيمثل واحد الحلقة مهمة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي ديالهم، وحنا طموحنا أن في المغرب الناس يعرفوا الأهمية والمؤهلات اللي كيفتحها اليوم هذا القطاع ديال الاقتصاد الاجتماعي.